أوصى ولده الحسن هذه الليلة وأوصى أولاده. يقول المؤرخون كان أمير المؤمنين في هاي الليلة الثالثة من ضربته متكئ على وسادة ووجهه أشد اصفرارا من عصابة صفراء، ومن حوله أهل بيته واستدعى أولاده قال أوصيكما بتقوى الله، خاطب الحسن والحسين باعتبارهم عنوان الموجودين، وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما، قول الحق كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، الله الله في بيت ربكم لا يخلون منكم، الله الله بالصلاة فإنها عمود دينكم، الله الله بالقرآن فلا يسبقكم إلى العمل به غيركم، الله الله باليتامى فلا تغبوا أفواههم. أخذ يوصيهم بوصاياه. يا سيدي يا أمير المؤمنين، إني لأرجو وأنت تحتضن في آخر لحظات حياتك، تحتضن مساجد المسلمين بمشاعرك، أرجو أن تحتضنك مساجد المسلمين وأن لا تخلو منك، أرجو أن تعطيك مساجد المسلمين مساحة كما أعطيتها مساحة من مشاعرك ومساحة من تهجدك، فطالما شهدتك المساجد وأنت بها حلش الليل وأنت بها من رهبان الليل، طالما سمعت المساجد صوتك وأنت تقول يا من قصده الضالون فأصابوه مرشدا وأما إليه الخائفون فرأوه موئلا ولجأ إليه العائدون فرأوه معقلا، أولج قلبي في ميدان المطيعين لك وضمنه فرح الإقبال عليك. سيدي إني لأرجو من مساجد المسلمين أن تكون روحا بها كما عاشت في روحك، وإذا كنت تدعو إلى كتاب الله فإن كتاب الله سيظل يحمل لك الثناء ويغرد بك صباح مساء، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وهكذا كل ما أوصيت به يا أمير المؤمنين فإن الله عز وجل سيعطيك جزاءه وإنجازه، وإن أعطاكه بالفعل وإن فعل ذلك كل هذه الإنجازات. اشتدت الحال على أمير المؤمنين هذه الليلة، دخل عليه أهل بيته وأصحابه وجدوه ولسانه لا ينطق إلا بلا إله إلا الله، ثقل عليه لسانه، كان جبينه يتفصد عرقا، أخرج الإمام الحسن منديله جعل يمسح به جبين أمير المؤمنين، قال أبا ما لي أراك يتصبب جبينك عرقا، قال بني إن المؤمن إذا نزل به الموت عرق جبينه وسكن أرنينه. جعل الحسين والحسن يلقيان بنفسيهما على صدر أمير المؤمنين يحتضنان، ويقول المؤرخون ارتفعت أصوات يا الأمير المؤمنين بالبكاء. بعيد البلاد يا حارس الدين يا ملف اليتامى والمساكين، مخضب بدمك يا ابو الحسنين يا عم هل الدمع يا عم
سيدي يا أمير المؤمنين نحن نسمع أنينك سيدي، إن أنينك في آذاننا وإن صورتك في مشاعرنا سيدي، إننا نتخيلك وتسجدين الذي ما سجد إلا له العرق، وتلك العيون التي سهرت في الله قد ثقلت أجفانها، وذلك اللسان الذي طالما ملأ الدنيا فصاحة وبلاغة قد سكت في هذه الليلة. سيدي يا أمير المؤمنين إنك في قلوبنا، سيدي يا أمير المؤمنين هذه دموع هنا مواساة لدموع أهل بيتك. اجل عيد ولادة يتامى أبو حزين ما تم لما اشتدت حالته فتح عينه رفع رأسه قال رفقا بملائكة ربي لمثلها فليعمل العاملون. اشتدنا اليه اولاد قال لولده الحسن بني اوصيك باهل بيتك خيرا، ثم قال سجوني الى القبلة. سجوه الى القبلة اسبل يده ورجله وغمض عينه وقضى نحظة. ايوا سيدا وامير المؤمنين شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرا. اخواني نتوجه الى الله عز وجل بهذه الليلة الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي نتوجه إليك باللسان الذي وحدك وغرد في عدلك وتوحيدك، وبالجبين الذي ما شجد إلا لك، وبالدم الطاهر الذي أريق بمحراب من محاريبك. فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته، ولا تدع لنا هما إلا كشفته، ولا تدع لنا غائبا إلا أدنيته وأرجعته، ولا تدع لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اللهم احشرنا يوم تحشرنا في رحال علي وآل علي. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.